صار اليوم مجتمعنا معالي الرئيس الجار ما يعرف جاره، ما في التقاءات، خاصة مع تطور التكنولوجيا الحين بطق الريموت بيفتح الطبيلة يدش بسيارته سكر الريموت خلاص ما شاف أحد ولا أحد شافه، لدرجة أن واحد يسأل عن شخص موجود في المنطقة ما حد يعرفه وهو ساكن في وسطهم اليمين واليسار ما يعرفه مع أنه ظلوا ساكنين أكثر من 11-12 سنة ما يعرفون بعض. شنو الحل لهذه الأمور؟ هذه الحل لها مجال الشبابية، مجالس أهالي المناطق بحيث تجمعهم تلمهم. صحيح أن في مساجد تصير وتجمع فيها الناس وغيره، لكن خاصة في المناطق الحديثة والجديدة الإسكانية المساجد تكون متأخرة. فلذلك يعني مبررات هذا المقترح معالي الرئيس تقوية العلاقات بين أهالي عامة المنطقة والشباب خاصة. لابد نحافظ على الشباب أخلاقيا وفكريا واجتماعيا، لأن لو تركناهم بهذه الطريقة راح ينحرفون، قد يكون أخلاقيا أو فكريا أو ما شابه ذلك.